جوزيه عمره سنتين وعم بيواجه نقص حاد بالمناعة بيهدد أحلامه بالحياة. كونوا معنا وكونوا كتار واعطوا جوزيه أمل. من يوم عرفتوا قصته بنشرة الأخبار حولتوا المبلغ من صفر ل500,000 دولار وباقي 350,000 دولار لتحقيق هالحلم. MTV اختارت تعيد ميلاد يسوع بحلقة استثنائية سوا كرمال جوزيه الأحد 3:30 بعد الظهر تنعم الفرق.